خلينا سريعا نشوف اخبار الطقس بالتفصيل مع زميلتنا هاله الحملاوي. هاله، شكرا مصطفى، شكرا بسنت. النهارده هيئه الارصاد بتتوقع هيكون في ارتفاع تدريجي في درجات الحراره على كافه الانحاء بقيمه تتراوح من 2 ل 5 درجات، والطقس هيكون بارد في الصباح الباكر، مائل للدفء بالنهار على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه الغربيه وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشماليه الشرقيه ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على اغلب الانحاء، شديد البروده على شمال الصعيد ووسط سيناء. في شبوره مائيه الصبح بتكون كثيفه احيانا على بعض الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، صباح الخير على كل السادة المشاهدين، أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، أخبار الطقس النهاردة إيه بقى بالتفصيل؟ إحنا طبعا بداية من اليوم هنبدأ نشهد ارتفاع في درجات الحرارة، الارتفاع ده هيكون تدريجي بحوالي من درجتين إلى 5 درجات على أغلب مناطق الجمهورية، لأن احنا هنتأثر بمصادر كتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، وأيضا في امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا هيساعد بشكل كبير على إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة خاصة فترة الظهيرة. متوقع العظمى مع منتصف الأسبوع توصل على القاهرة الكبرى 26 و27 درجة مئوية، وده هيكون ذروة الارتفاعات. الطقس اليوم هيكون طقس دافي على اغلب المناطق الشماليه، مرورا طبعا بالمناطق الموجوده في الوجه البحري، القاهره الكبرى، مائل للدفء على سواحلنا الشماليه، دافي ايضا على محافظات شمال الصعيد، مائل للحراره على محافظات جنوب الصعيد، ده طبعا خلال فترات النهار. خلال فترات الليل مع غياب اشعه الشمس درجات الحراره بتنخفض بشكل كبير وبشكل ملحوظ، خاصه ساعات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر، الاجواء ما زالت اجواء بارده الى شديده البروده على اغلب مناطق الجمهوريه. الصقيع بيتكون على المزروعات الموجوده في وسط سيناء نتيجه انخفاض درجات الحراره فتره الليل اقل من 5 درجات. دايما الظاهره الجويه المؤثره معانا في فترات الاستقرار في الاحوال الجويه هو طبعا تكون لسبوره مائيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، ممكن بالفعل اليوم ادت انخفاض واضح في الرؤيه الافقيه على اغلب الطرق. السبوره المائيه بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس تقريبا ان شاء الله ساعه بالكثير تبدا الرؤيه تتحسن على اغلب الطرق تتلاشى السبوره المائيه. الاجواء المستقره دي كمان مكمله معانا ان شاء الله لنهايات هذا الاسبوع، لكن احنا هيكون في ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره، مش عاوزين نغير نوعيه الملابس بشكل كبير خلال الايام القادمه او نغير نوعيه الملابس، لازم نحافظ على ارتداء الملابس الشتويه خلال فترات النهار وخلال فترات الليل، لان بعد الارتفاعات هيحصل مره اخرى انخفاضات في درجات الحراره ونعود ثاني بالاجواء الشتويه. فترة شهر ثلاثة دي كلها بتبقى فترة تقلبات جوية بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة تحديدا، في اليوم الواحد بيحصل اختلاف في درجات الحرارة في الأسبوع الواحد فلازم ناخد بالنا. كمان اليوم في نشاط للرياح على بعض المناطق من أقصى غرب البلاد تحديدا في مطروح والسلوم، نشاط الرياح ده سرعاته هتكون ما بين 30 إلى 40 كيلو متر على الساعة وهيكون مثير لبعض الرمال والأسربة فقط في مطروح والسلوم. تمام. طيب دكتورة منار، حضرتك أشرت إلى تكون الشبورة في بعض المناطق خاصة القريبة من المسطحات المائية، تقدري حضرتك تحددي لنا بالظبط المناطق اللي هيكون فيها شبورة عشان برضو الناس تاخد بالها؟ بالفعل أغلب الطرق المؤدية من وإلى محافظات الوجه البحري، السواحل الشمالية، محافظات مدن القناة، وأيضا المناطق الموجودة في شمال الصعيد والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الطرق الزراعية المؤدية إلى المناطق دي في شبورة مائية الآن عليها وأدت في انخفاض في الرؤية الأفقية. دايما مع تكون الشبورة المائية بيكون ساعات الليل المتأخر تبدأ تقريبا الساعة 3 4 الفجر تستمر معانا حتى الساعة 7 أو 8 صباحا، تدريجيا مع سطوع أشعة الشمس تبدأ السبورة المائية في التلاشي ورؤية تنخفض معاها بشكل كبير وبشكل ملحوظ خاصة اليوم وخلال الأيام القادمة. طيب برضو حضرتك نويت يا دكتورة منار ان هيحصل ارتفاع في درجات الحرارة في الفترة اللي جاية، وان احنا طبعا ما ننخدعش في دوت وما يعني الناس ما تخففش في الهدوم لانها ترجع تاني درجات الحرارة تنخفض، بس كان في برضو توقعات ان درجات الحرارة لما هتطلع هتبقى حاجة و30 درجة مئوية، الكلام ده صحيح ولا هتبقى يعني ماكسيمم 27 28 درجة؟
بالنسبه للقاهره الكبرى 26 27 درجه مئويه، يعني هتزيد عن 25 درجه مئويه، لكن طبعا محافظات جنوب الصعيد بالفعل هتوصل ل 33 درجه مئويه خلال فتره النهار، خاصه مع وجود بقى اشعه الشمس واحنا بنرتدي الملابس الشتويه خلال الفتره دي، فهنحس اكثر بارتفاع درجات الحراره. ذروه الارتفاعات هتكون يوم الثلاث والاربع، ومع يوم الجمعه تدريجيا تبدا درجات الحراره تنخفض باذن الله. تمام، بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا مع بعض بقى دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14، وفي العاصمة الإدارية درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14. أما في الإسكندرية درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14، وفي العلمين الجديدة درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى هتكون 13. في مطروح درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 11، أما في دمياط فدرجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12. في بورسعيد درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13، أما في الإسماعيلية فدرجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 12. نروح للسويس العظمى 22 والصغرى 12، أما في العريش العظمى 21 والصغرى 11. في كاترين درجة الحرارة 20 هي العظمى والصغرى هتكون 3، أما في طابة ف 23 دي درجة الحرارة العظمى والصغرى 13، وفي حلايب العظمى هتكون 24 والصغرى هتكون 17. أما في شلاتين الحرارة العظمى 26 والصغرى 17. شرم الشيخ لا تزال تحتفظ بجو دافئ، درجة الحرارة العظمى فيها 25 والصغرى 17، وفي الغردقة العظمى 25 والصغرى 14. في الفيوم درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 9، وفي بني سويف درجة الحرارة أيضا العظمى 24 والصغرى 9. في الوادي الجديد درجة الحرارة العظمى 26 الصغرى 8، وفي أسيوط العظمى 24 والصغرى 8. في سوهاج العظمى 25 والصغرى 9، وفي قنا العظمى 26 والصغرى 10. في الأقصر درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 11، وفي أسوان درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 12. ودلوقتي هنرجع تاني لزملائي في الاستوديو مصطفى وبسنت لمتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا، شكرا لك يا هالة، شكرا.